يواصل الجيش اللبناني اليوم الخامس عملية فجر الجرود ضد تنظيم داعش، محققا مزيدا من التقدم في جرود رأس بعلبك والقاع. وبعدما استعادت وحدات الجيش اللبناني رأس الكف الذي يعد أهم معقل لتنظيم داعش الإرهابي، نشر الجيش فيديو يظهر الهجوم على رأس الكف في خلال عملية فجر الجرود. وتواصل وحدات الهندسة في الجيش عملها في تفجير المفخخات والنسفيات التي خلفها عناصر داعش الإرهابي في رأس الكف. سيدنا عليكم ما بيكلم.